ومعرض الفن التشكيلي الدولي مباشرة رح نروح لهذا التقرير اللي بتحدث عن هذا المعرض وكل المشاركين فيه والأعمال الفنية الموجودة فيه. خلينا نشوف. معرض المحبة، والمعرض أقيم بمناسبة جلوس جلالة سيدنا سيد البلاد على كرسي العرش، وأنا بفتخر في هذا المهرجان الكبير والمعرض الفني الدولي واللي مشترك فيه مجموعة من الفنانين اللي بعتبرهم مبدعين، فنانات وفنانين من الدول العربية. كل اللوحات يعني شيء مفتخرة وبترفع الراس إلى الفنانين المبدعين. كل لوحة بتختلف عن اللوحة الأخرى، وكل إنسان بيرسم لوحته بيستعمل الخيال فيها مع الطبيعة، مع الطبيعة المجردة والخيال. فأنا يعني بشكر مع كل الفنانين المشاركين وخاصة الدول العربية اللي يعني بذلوا جهد كبير اجوا على الأردن. أنا أرى أن المدركات الحسية والجمال تحقق في هذا الجمع الذي قادنا إليه الأستاذ الحبيب الفنان محمد الهزايمة، جمعنا في وهو عودنا على أن يجمعنا في مثل هذا هكذا مشاركات لنعبر ونقول للعالم أن الجمال يتكلم، أن الفرشات والألوان تتكلم. نحن دعاة للسلام، دعاة للمحبة، وخاصة عندما يكون هذا السلام والمحبة في بلد الهاشميين أهل السلام والمحبة. فألف تحية لكم من فناني العراق ورسامي العراق ومثقفين العراق. الهدف من هذا المعرض كان هو البحث عن فنانين جدد من الفنانين الأردنيين الشباب، ومحاولة تشجيعهم وأخذ بيدهم نحو هاي المعرض لنشكل هاي اللوحة الجميلة المتكاملة من معرض الأردن بريشة. فنان بتحكي عن أماكن تاريخية في الأردن، تراث الأردن، تعريف الجمهور بالفن التشكيلي الأردني. شاركنا من عدة دول عربية لهذا المعرض، وصل عدد المشتركين فيه 77 مشترك، معنا من فرنسا مشاركين، معنا من الجزائر، معنا من تونس، معنا من مصر، معنا من العراق، معنا من سوريا، من الأردن ومن فلسطين. اللوحات على مستوى كمان. طبعا احنا المعرض هذا بالتشاركية مع رابطة الكتاب الأردنيين وكمان نادي كفر الخل الرياضي. الحمد لله مثل ما انت شايف فعليا لاقي نجاح كبير بافتتاح السيدة الدار السيدة فايزة الزومبي.